السلام عليكم. اليوم نبدأ شابتر ستة بنتكلم فيه عن الكلوز لوب سيستم. نتكلم فيه الآن على البولز بيهيفير. فنبدأ بنتكلم في البداية شوية ريفيو الدي سي جين للسيستم. نيجي للاوتبوت بناخد الليمت لما ان جوز انفينيتي للسي اوف ان تي، وهذه بتساوي الزي ماينس واحد في السي اوف زي لما الزي بتساوي واحد. الدي سي جين برضو ممكن نحصل عليه من الاس دومين اللي هو بتساوي الليمت لما اس بتجوز زيرو للجي بي اوف اس. ناخد اكزامبل، هاي الانبوت عندي عبارة عن ستيب انبوت، عندي سامبلر ها، وعندي هاي الزيرو اوردر هولد، وهاي الجي بي الجي بي اوف اس، وهنا اللي بتكونني الجي اوف اس، وهاي السي اوف اس. السي اوف زي لهذا السيستم بتساوي جي اوف زي على 1 بلس جي اوف زي في ار اوف زي، والار اوف زي بتساوي زي في على زي ماينس واحد. الجي اوف زي بقدر اجيبها بدها تساوي زي ماينس واحد على الزي في اللي هي هان الزي ترانسفورم للواحد على اس سكوير في اس بلس واحد اللي عندي. طبعا هذا جاي من ايش؟ من زيرو اوردر هولد اللي هي عبارة عن 1 ماينس زي تو ذا ماينس واحد، اللي هي جاية من الجزئية اللي بنشوفها 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي اس، بنعوض عنها اي ماينس تي اس بزي ماينس واحد، فبصير عندي 1 ماينس زي ماينس واحد. ولو اخذت زي ماينس واحد لبرا بدها تصير زي ماينس واحد، والزي ماينس واحد تيجي تحت بتصير على زي اللي هي زي ماينس واحد على زي الموجودة عندها. الآن هذه من التيبلز بجيبها وبعوض عن تي بتساوي 1 سكند، بتطلع عندنا هذه بتساوي 0.368 زي بلس 0 بلس 0.264 على زي سكوير ماينس 1.368 زي بلس 0.368 اللي عندي. الآن الكلوز لوب سيستم إيش بتساوي؟ زي ما حكينا هاي جي اف زي على 1 بلس جي اف زي، بحطها وبنظفها بتعطيني إيش؟ 0.368 زي بلس 0.264 على زي سكويرد ماينس زي بلس 0.632. الآن سي اف زي بدي أضرب هذه في الستيب انبوت اللي هي زي على زي ماينس واحد، ف بيطلع عندي يعني لو بدي اعمل لونج ديفيجن بتعطيني ايش؟ 0.368 زي ماينس 1 بلس 1 زي تو ماينس 2 بلس 1.4 زي تو ماينس 3 وهكذا اللي عندي. ايش بلاحظ عندي؟ عمالها بتوصل لايش؟ للواحد، يعني الستيدي ستيت فاليو بعد فتره انا بدينا ب 0.3 راحت لواحد، عندي اوفر شوت هنا نزلت شويه، هنا نزلت هنا راحت في اقل من الواحد زياده، هنا بتثبت تقريبا حوالين الواحد. الان لو انا عملت الليمت اخذتها وقلت الليمت عندي يعني اجيب الستدي ستيت ايرور او الستدي ستيت هنا فاليو، بقول الليمت لزي جوز تو 1 في زي ماينس 1 سي اف زي وابلايد ات. ايش بلاحظ عندي؟ ها لما اعوض بدل زي واحد هاي واحد ماينس واحد بتروح، هذول اجمعهم بيعطوني 0.632 على 0.632 بيعطيني واحد. الان هنا الاوميجا، لو قلت الاوميجا عندي بتساوي اوميجا ان بتساوي واحد والزيتا بتساوي 0.5 والاوفر شوت يعني هنا 18%، فبقدر اجيب البروتوتايب. بروتوتايب بتساوي اوميجا ان سكويرد على اس سكويرد بلس 2 زيتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكويرد اللي بتساوي 1 على اس سكويرد بلس اس بلس 1. هنا بدي اشوف البروتوتايب ايش عندي واقارنه بها. الان هاي عندي الاشاره الموجوده الديسكريت وهي اشاره الكونتينوس تبعت البروتوتايب. ايش بلاحظ؟ مور اوفرشوت موجوده هنا عندي وبتاخذ لونجر لهذه توصل الستدي ستيت فاليو للسيستم. الان لما جيت اطلعت عليها يعني هذه بشكل اساسي بتقول لي الستدي ستيت. لو جيت انا على السيستم الاصلي ها واخذته هذا
كويس، وقلت هذا اللي عندي عبارة عن يعني بدي أشوف ال جي اوف زي تبعتها، هاي الجي اوف زي الموجود عندي لو ضفتهم وعملت ضربتها بزي ماينس واحد هلاحظ هذه القيم حتعطيني ايش تقريبا نفس الرقم، لانه هنا حضرب زي ماينس واحد، هنا عندي ايش عبارة عن زي ماينس واحد في 0.368 اللي عندي، فزي ماينس واحد بتروح مع زي ماينس واحد اللي هان بضل عندي زي ماينس 0.368 اللي عندي اللي هي بتعطيني الرقم اللي هي 6.32 الموجودة عندي هان. طيب هذه فرجتني انا كيف اجيب الدي سي فاليو او اجيب الستادي ستيت الستادي ستيت فاليو للسيستم. الان بناخذ بريك وبنرجع ندخل على حاجه ثانيه اللي هي بنتكلم على السيستم كاركترستيك ايكويجن. يعطيكم العافيه.